سلام وأمان ورحمة عليك أيا كان مكانك على هذه الأرض. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر. النهاردة هنتكلم عن السلام الداخلي. ده أحسن حاجة في الدنيا ممكن توصل لها في حياتك، السلام الداخلي. إزاي توصل لهذه المرحلة؟ لو وصلت لمرحلة السلام الداخلي اعرف إن أنت وصلت لدرجة عالية قوي في الدنيا، اللي هي احنا كنت مرة اتكلمت عنها اللي هي الحكمة. فازاي نوصل للسلام الداخلي واحنا حوالينا مواقف بتضايقنا، حوالينا اطفال ما بتسمعش الكلام او ولادنا بيسمعوش الكلام، اهالينا، حاجات كتير، الشغل، الشارع، البيت، الدنيا. ازاي هسيب كل دول واوصل لمرحلة السلام الداخلي؟ لو وصلت لمرحلة السلام الداخلي ممكن يقولوا عليك انت اتجننت، بس دي الحقيقة المفروض توصلها على فكرة. يعني هو ربنا خلقنا هنا في الدنيا عشان نكون سعداء، عشان نكون في سلام. عشان كده ربنا قال ان اللي يوصل للحكمة، الحكمة، وانا مرة في حلقة من حلقات اتكلمت عن الحكمة. الحكمة يعني التحكم في الفكرة، وقدرت تسيطر عليها، وقدرت يبقى عندك ثبات في كل حاجة، انت كده بتوصل لمرحلة السلام الداخلي. الداخلي مش الخارجي، ركزوا معايا، لان الناس عندهم يقول لك الثبات الانفعالي يعني اكون منفعل ومن جوه هموت بس انا عندي ثبات انفعالي. لا، احنا كل شغلنا على جوه، علم النفس كل شغله على جوه مش على بره خالص. لكن ان انت تتظاهر ان انت سعيد وتتظاهر ان انت في سلام وتتظاهر ان انت عادي وانت من جوه بتولع، ده انت عايش في نار الارض. لان ربنا خلقنا اساسا عباره عن جسد ونفس. النفس دي منفصله عن الجسد، 90% النفس اللي هي جواك، اللي هي الروح. فلازم من جوه تبقى انت عايش السلام. طب نوصل للسلام ازاي؟ قبل ما نتكلم عن السلام لازم نعرف يعني ايه غضب، يعني ايه تسامح، يعني ايه عفو، يعني ايه صفح، يعني ايه كاظمين الغيظ. كل الكلمات دي معناها ايه؟ وعايزه مداخلاتكم النهارده في الحلقه بتاعت النهارده، عشان في مشكله برضو معايا عايزه اعرضها، بس بعد ما اتكلم عن السلام الداخلي. طيب نقول يعني ايه غضب. الغضب عشان بقى بالمعنى البلدي هو عباره عن نار انت بتولعها في نفسك لما حد بره يغلط. محمد غلط، ولع في نفسك. محمود غلط، ولع انت في نفسك. طب هو غلط، انت مالك بتولع في نفسك ليه؟ انت متضايق ليه؟ هو غلط، ما يتفلق، انا مالي. ده الغضب. فانت بيجيلك فكره من الشيطان تقول ايه ده؟ ده غلط فيا، ده بيقول كذا وكذا، ازاي؟ منظري قدام الناس عامل ازاي؟ ازاي ازاي استحمل ازاي؟ فبتولع نار داخليه عشان شخص، مع ان ربنا هو هيحاسبه، مش هيحاسبك انت، انت مع نفسك، مالكش دعوه بحد، اللي يغلط يغلط. بالظبط زي ايه؟ واحد جاب طينه من الارض، انا على فكره قلت الكلام ده في حلقه قبل كده من الحلقات. واحد جاب طينه من الارض ورماها عليك وانت ماشي كده اهو بالطينه، مش عايز تروح تاخد دش، مش عايز تاخد شاور، هدني ماشي في الطينه، انا لا اغتسل من كزورات الاخرين، انا هدني ماشي كده اهو. طب يا ابني سامحه، طب يا ابني العافين على الناس، خلاص انسى، كبر. لا مش هكبر، هو كده انا هدني ماشي بالطينه، انا لا يمكن اسامح ابدا، انا لا يمكن كلمتي تنزل الارض. وعايشين في نار، في نار جوه. كل ده ليه؟ كل ده بيبوظ كل اجهزتك على فكره، الغضب والانفعالات وكل اللي احنا فيه ده اللي بيحصل ده عمره ما يوصلنا للسلام الداخلي. فعشان توصل لمرحله السلام لازم تسيطر على الفكره اللي دخلت من الشخص ده. واحد قال لك كلمة مش حلوة، موقف حصل في الشغل مش حلو، ما تفسروش تفسير سلبي، حاول تفسر كل الموقف تفسير إيجابي عشان انت ما تتعبش. اصل انت اللي هتتعب مش هو، لو هو تعب إيراد انت بتتعب 24 إيراد، فانت اللي هيجيلك الأمراض. فاحنا لازم يكون عندنا نوع من ان احنا نستقبل اي حاجة اكنها ما حصلتش. اي حاجة، عارف اللي بيبقى عنده برود، هو كده، هو السلام الداخلي لازم يبقى عندك برود. اهم حاجه نفسي، واركز في نفسي زي ما ربنا امرني، ماليش دعوه بالناس، انا ماشي صح، ماشي بما يرضي الله، خلاص اللي يزعل يزعل، اللي يتفلق يتفلق، بس بعامل الناس بالحسنى. لازم تعامل الناس بالحسنى.
ما تعملش الناس وحش وتقول لهم حاجات وحش وتتنك عليهم وتعمل حاجات مش كويسة والآخر تقول أنا صح. لا، ربنا قال نعامل الناس بالحسنى، الكلمة الطيبة صدقة، كل ده حاجات كويسة. انت ماشي صح، مش يهمك بقى الناس بقى متغاظة منك، الناس مفروسة منك، حاجة مش يعني ايه مش تركز فيها. طب يعني ايه السماح؟ السماح يعني ليتس جو. يعني ايه ليتس جو؟ يعني طاقة سلبية تكونت من موقف معين انا عايزة اسمح لها بالخروج من جسمي. في موقف حصل، حصل طاقة سلبية جوايا، فلازم الطاقة السلبية اللي دخلت جوايا اللي عاملة لي نار جوه لازم تطلع. هطلعها ازاي؟ ان انا اقولها ليتس جو، اطلعي خلاص، نفضت، ركزت في اللحظة بتاعت النهاردة، ركزت في دلوقتي، مش هفكر في الماضي، مش هفكر اللي حصل. اللي على فكرة لو حاجة حصلت من 10 دقايق ده اسمه ماضي، لو حاجة حصلت من 5 دقايق ماضي. فكر في اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا. انا دلوقتي قاعدة قدامي ورق، دي اللحظة بتاعتي، ممكن اموت في اللحظة دي. ما تفكرش في اللي فات، فكر في دلوقتي، ولا تفكر في المستقبل. المستقبل لما تيجي تفكر فيه، تفكر فيه بطريقة ايجابية مش طريقة سلبية. طيب ربنا في القرآن بيقول لنا الكاظمين الغيظ. يعني ايه الكاظمين الغيظ؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده، الكاظمين الغيظ مش يعني اكتم الانفعال. وانا اتكلمت كده، واحد مثلا متنرفز ومن جوه نار وعايز يرد على حد، لا رد بقى، انت اصلا النار بقت جوه خلاص، يبقى اتفضل انفجر، لان انت كزمت غيظك وكبت اللي جوه هيجيلك امراض جامده. يعني ايه امراض جامده؟ هيجيلك الضغط، هيجيلك القولون، هيجيلك كل حاجه غلط هتجيلك، لان الكظم الغيظ اللي هو امسك الفكر قبل ما تدخل اساسا، قبل ما الغيظ يدخل. عارف يعني ايه اكظم الغيظ؟ يعني الغيظ اساسا ما يدخليش، ما تغص من حد، ما تضايقش، هو ده كظم الغيظ مش كتم الانفعال. كتم الانفعال ده حاجة أصلا مش صحية، دي حاجة غلط، دي حاجة بتدمر جسم الإنسان إن أنا أكتم انفعالي. أنا وصلت لمرحلة الغضب، وصلت لمرحلة النار، فخلاص هنفجر غصب عني، لكن أنا مش عايزة أوصل للمرحلة دي أساسا. عايزة أكظم غيظي، يعني أسيطر على الفكرة قبل ما تدخل من الشيطان. طيب لو احنا معانا، هعمل معاكم تمرين عملي عشان اشبه لكم يعني ايه السلام الداخلي. سلام وامان يعني ايه؟ ازاي اوصل للمرحله دي؟ المرحله دي اللي الناس اللي وصلت لها عايشين في جنه الارض، الارض فيها جنه لو انت وصلت للسلام الداخلي، لان انت مش بتكون حاسس باي حاجه بتحصل حواليك، بتبقى من كوكب تاني فعلا، دي حقيقه. لو انت وصلت للمرحله دي ازاي بقى؟ جيب قلم زي ده كده وحطه في ايدك، واضغط عليه جامد جدا بطريقه قويه لمده 20، شوف كده درجه الضغط، جامد جامد. انا عماله اضغط بكل قوتي، بكل عضلاتي على الالم، عضلاتي مشدوده جدا على الالم. وصلت ل 20% ضغط، 30 40 50 60، مش قادره خلاص، كل ده على الالم. حاسس بالتعب اللي في ايدك، حاسس بالالم اللي موجود في ايدك، في الم اصلا في عضلات ايدك من الضغط. فجاه ريح كده، انت ارتحت. الو الو. ايوه السلام عليكم. ايوه ازيك يا هاله؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا هاله معاكي. انا كده على الهوا؟ اه اتفضلي قولي. طيب انا عاجبني الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه النهارده، لان انا كده حضرتك اعتبر اللي لمستي عندي مشكله بعاني فيها من زمان. بصي القلم يا هلا، انا ماسكاه كان تعبني جدا، اول ما سبته ليتس جو، سمحت بقى لكل الطاقه السلبيه وكل الضغطه اللي كانت في ايدي دي راحت خلاص. الموقف اللي حصل لك من كام ساعه مأثر فيكي من جوه، اسمحي لي انه يخرج زي القلم كده. اما انا سبته من ايدي، ايدي ارتاحت. انت دلوقتي شاده من جواكي كل الضغط جوه نفسك. سيبي القلم يا هاله، سيبي القلم عشان تسمحي للطاقه السلبيه انها تخرج. طب انا عندي اتكلم معاكي، ما هعرض عليكي مشكلتي. اتفضلي. مشكلتي ان انا بنتقد الناس، يعني باخد بالي من تصرفات الناس، اقرب الناس ليا،
باخد بالي من تصرفاتهم بطريقة يعني مش طبيعية. الكلمة اللي بتتقال حتى لو بتتقال بهزار باخدها على محمل الجد، ما اكتم تركزيش جوايا ما ما تركزيش مع اقدرش حد، ما تركزيش مع حد. لو ركزتي ما مع حد انت بقدرش. كده لا هتقدري يا حبيبتي، مفيش حاجة اسمها ما بقدرش، مفيش حاجة في الدنيا اسمها ما بقدرش، دي كلمة مش موجودة في علم النفس. في حاجة اسمها انا بقدر، ربنا خلقني خليفة الله في الارض، بقدر على كل شيء، بقدر اعمل كل شيء، بس انت اللي مش عايزة تعملي، انت اللي مركزة معاهم، مع ان المفروض ما تركزيش الا في نفسك زي ما ربنا امرك في القرآن. انت ديانتك ايه؟ اي كتاب سماوي ربنا امر الانسان انه يركز في نفسه، انت ديانتك ايه؟ مسلمة الحمد طيب لله. ربنا قال عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ركزي في نفسك، مالكيش دعوه باللي حواليكي بقى، مش هيضروكي اصلا لو انت ماشيه صح على الطريق المستقيم، ماشيه على طريق الهدى. يعملوا اللي يعملوه، ده بالعكس ده بيقول لك الشجره المثمره بيحدفها الناس بالطوب، مالكيش دعوه بحد، ركزي في نفسك بس، امشي بما يرضي الله، اعملي الحاجات اللي ربنا بيقول عليها صح، ومالكيش دعوه باي انسان على وجه الارض. ما هو انت بساعات بيبقى غصب عنك. ما هو غصب عنك، دي كلمه احنا خدناها وماشيين بيها، غصب عني غصب عني وشغاله فيها. انا مش عايزه بقى حاجه اسمها غصب عني، انا عايز الوعي عندي يبقى عالي بحيث ما يبقاش في حاجه اسمها غصب عني، احاول اسيطر على نفسي على قد ما اقدر. يعني بص هقول لك حاجه، انت مش هتقدري تسيطري على، انت مثلا بتركزي في الناس مع الناس 90% صح في اليوم، او نقول 80%، حاولي بكره لا انا هركز 60% 70%، قللي النسبه بالظبط زي مدمن المخدرات اللي بحاول انا اسحب منه وصلت المخدر. لدرجه ان الناس اللي انا بنتقد تصرفاتها وبركز معاها ان انا اساسا شبه بعدت عنهم او شبه بعدتهم عن حياتي، لان يعني انا عارفه ان هم ما بيحبوليش الخير، وعارفه ان هم على طول شايفيني يعني شايفين نفسهم احسن مني، عارفه ان هم ما بيحبونيش وعلى طول بيتكلموا عليا من ورا ظهري، فاللي بتقولي كلمه بحس ان انا يعني ايه. بصي حبيبتي، بصي 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 هالة، بصي الناس مش بتحبك، بلاش سوء الظن، يحبوكي مش يحبوني، ده دي قصتهم مش قصتي انا، مش قصتك انت يا هالة. الناس وحشه لنفسهم، الناس بيعملوا غيبه ونميمه وبيتكلموا عليكي، ربنا هيحاسبهم، انت مالكيش دعوه اصلا، هم بيتكلموا عليكي. ده بالعكس يا هالة، انت عارفه يا هالة، اقول لك حاجه جميله هتفرحك قوي، اقول لك حاجه بقى في علم الطاقه عشان انا واخده طاقه جامده جدا. بصي الناس اللي بتتكلم عليكي اعرفي ان ربنا هيعليكي، بس لو انت ما ركزتيش معاهم. يعني ايه؟ يعني اللي بيقول غايبه ونميمه عليكي وبيتكلم بسوء عليكي اعرفي ان هو عمال ينزل وانت عماله تعلي. سبحان الله، ده في علم الطاقه. فسيبيهم يتكلموا، بالعكس انت قولوا لهم اتكلموا كمان يا جماعه، وكلموا اسوأ ما عندكم. وانا انا سعيده بكده. قدامهم لما بسمع حاجه او بشوفهم هم بيجيبوا في سيرتي وكده ببقى عندي برود، ببقى عندي لا مبالاه. بس واضح كده من الحاله اللي قدامي ان انت مش عندك برود ولا لا مبالاه. انت لا زعلانه قدامهم انا عندي برود وعندي لا مبالاه، بس انا قدام من جوايا من جواكي نار. لا انا انت عايزه العكس بقى يا حبيبتي، انا ما بحبش ابين ضعفي لحد، ما بحبش ابين قدام حد ان انا مكسوره او ضعيفه، لا بقى متبلده جدا قدام الناس، بس لدرجه ان هم بحس ان هم يعني بيبداوا ان هم يزيدوا، انا بحس ان برودي بيخليهم يزيدوا مش بيقلوا. بصي يا حبيبتي انا عايزاكي تبقي بارده من جوه مش من بره، عارفه انت مركزه انا معايا. بقى انا بكلمك عشان تديني باور اني اكون فعلا بارده من جوه. لا ما انت تبقي بارده من جوه ان انت تطنشي. يعني ايه طنشي؟ يعني طنش تعش تنتعش. يعني ايه طنش تعش تنتعش؟ يعني انت ما تطنشي هتبقي عايشه سعيده. اعرفي كده وتاكدي من اللي انا بقوله ده، ان ربنا خلقنا هنا في الدنيا عشان نعيش سعداء، مش نعيش في حزن ولا نعيش في الم. الحزن والالم والاكتئاب والضيق والتركيز مع الناس ده بيجيب امراض، وربنا مش خلقنا عشان يجي لنا امراض، ربنا مش خلقنا عشان يجي لنا الضغط، ربنا مش خلقنا عشان يجي لنا القولون، ربنا مش خلقنا عشان يجي لنا امراض الدنيا كلها، لا بالعكس. الانسان السعيد ما بيجيلوش امراض على فكره، عشان تكوني فاهمه، من جوه مش من بره. الانسان نفسيته متظبطه بيبقى وشه منور اولا، وبيبقى جسمه كل اجهزته سليمه، مفيش حاجه غلط فيه. ده الانسان السعيد، عشان تفهمي ان ربنا فعلا خلقنا عشان نكون سعداء. انت مركزه معايا؟ ايوه مع حضرتك. فكري في اللحظه ما تفكريش في الماضي، وانا قلت لك لو موقف حصل لك من 5 دقائق ده اسمه ماضي، يبقى انت فكري في الان في دلوقتي. تمرين الساعه ده انا قلته قبل كده في حلقات كتير وهقوله لك تاني. يعني ايه تمرين الساعه؟ انت عندك ساعه عندها عقرب، عقرب اللي هو بيمشي ده؟ اكيد. ساعه الايد دي بصي عليها وركزي في العقرب المتحرك، عقرب الثواني، ركزي فيه قوي 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 لمده دقيقه، مفيش ما تسمحيش لاي فكره تخش دماغك لمده دقيقه،
مركزه معايا؟ يعني تبصي لمده دقيقه كده مفيش فكره، لو في فكره دخلت في مثلا في ال 20 ثانيه او كده عيدي من الاول، عيدي التمرين من الاول. ده تمرين على فكره عشان تبرمجي عقلك اللاواعي ان مفيش اي افكار تخش تضايقك، اي فكره سلبيه. انا بتكلم على الافكار السلبيه، اي فكره بقى، موقف بيتكلموا عليا بيموتوني، شفتي الكازورات؟ طب دي الكازورات بتاعتهم، انت مالك؟ هم بيتكلموا عليكي بيشتموكي، دي كازوراتهم، انت مالك؟ ما تخليكي في نفسك، دول موتوني. وتروحي لربنا يوم القيامه، الحق يا ربي دول موتوني. طب وانا قلت عليكم انفسكم، انا مالي يعني؟ انت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انا انتحرت بسببهم. طب ما انا قلت انت المسؤول عن نفسك مش هم. ربنا يوم القيامه هيحاسبك لوحدك. مركزه معايا؟ مع حضرتك. لا وارتحت يعني، في راحه كده نفسيه. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانا عايزاكي يعني بس انا سمعت حضرتك وعجبتني فكره الحلقه، بس حسيت ان انا يعني ايه، لا لسه زي ما انا. لا خلاص، شحنت كارت مخصوص عشان اتواصل معاكي، عشان خاطر احس ان انا يعني ايه بهدى كده. طب انت هتهدي، بس انت ركزي في التمرين اللي قلت لك عليه بتاع الساعه ده، وركزي في الساعه، مش تخلي اي افكار تخش تشوش عليكي. الافكار السلبيه دي كلها من الشيطان، وانت مستجابه للشيطان، انت ماشيه معاه، فهمتي؟ فانت عشان كده تعبانه. فانت قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وركزي في تمرين الساعه، وان شاء الله تبقي كويسه. ما تركزيش مع الناس، ركزي في اللحظه اللي انت عايشه فيها دلوقتي. مفيش دعوه بالناس، الناس مش هينفعوكي في اي حاجه خالص. تمام. فانا قلت لكم تمرين الالم ده، بمعنى ان انا لما سمحت للالم انه نزل في عضلاتي هديت خلاص الحمد لله. فانت اسمح للطاقة السلبية اللي اتكونت من الموقف اللي دخلت لك انها تخرج بسلام، تخرج عشان تهدى، عشان تعيش السلام. بلاش الحرق والحقد والحسد والغل والنار اللي جوه. على فكرة الانسان اللي بيحسد حد بيولع في نفسه اكتر من اللي بتحسد، تعرفوا كده؟ يعني هو اصلا الطاقة السلبية جواه، هو في نار جواه اساسا من الشخص ده. ازاي ده احسن مني؟ ازاي ده عنده عربيه معرفش ايه؟ ازاي هو مولع من جوه؟ فالنار دي بتطلع على ايه؟ على الانسان، فبنقول عليها العين ومش عارف ايه والكلام ده. طب انت تحمي نفسك ازاي من كل ده اساسا؟ ده مش موضوعنا. انا كنت اتكلمت على العين والحسد ده في حلقه قبل كده، بس لو انت ماشي صح اصلا هتتحمي من كل ده. ده بالنسبه للسماح، ان انت تسمح بالخروج، هنعيش في سلام. طيب تمام. كان في برضو بالنسبة لموضوع السلام الداخلي، عايزة اتكلم عن العفو والصفح. يعني ايه عفو ويعني ايه صفح وايه الفرق بينهم؟ حصل لي موقف، ايا كان الموقف ده صعب او كده، من شخص ما، والشخص ده انا عفوت عنه. يعني ايه عفوت عنه؟ يعني هو مثلا ضربني، انا مش هضربه، انا عفوت عنه، مش هضربه زي ما هو ضربني، او مش هعاقبه زي ما هو عاقبني، فانا عفوت. ده العفو. العفو درجة حلوة جدا ان احنا نوصل لها. يعني مثلا واحد مثلا قال لك لفظ مش كويس، فانت مش هترد عليه بنفس اللفظ، انت عفوت عنه خلاص، بس انا هتجنبه مش هكلمه تاني، انا هتجنبه ومش هكلمه تاني. الو، معانا جهان من هنا، ريهام من هنا. الو، ايوه ازيك يا ريهام؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك دكتورة؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. انا برضو متجوزه ونفس متجوزه وايه يا ريهام؟ نفس الكلام برضو، بيحصل معايا برضو دايما قناه بتتكلم عليا. انا مش سامعه الصوت يا ريهام، مش سامعه يا ريهام. شكرا يا ريهام، متشكره متشكره. حاولي تتصلي تاني، حاولي تتصلي تاني. فالعفو يعني ايه؟ يعني انا عفوت عن هذا الشخص، ان انا مش هعمل له الاذى اللي هو اذاهولي، انا عفوت عنه لكن مش هكلمه تاني، وهجرهم هجرا جميلا، هبعد عنه وهجرهم هجرا جميلا، هتجنبه بالذوق وادب واخلاق. خلاص انا في طريق وانت في طريق، انا عفوت عنك بس انا في طريق وانت في طريق. طب الصفح، الصفح يعني بقلب الصفحه، يعني صفحه بيضاء ببدا معاه من اول وجديد، اكني لسه مولوده، ما اعرفش عمل ايه وبعامله عادي، اكني ما فيش اي حاجه، بالرغم ان هو بهدلني ودمرني، لكن انا بتعامل معاه اكني فاقده الذاكره بالظبط، يعني اكنه اول مره يعمل، محيت كل حاجه وبتعامل معاه عادي. ده الصفح، والصفح ده اللي بيوصل ليه اعلى الدرجات، ده اعلى درجه من الدرجات هي الصفح.
فطبعا انت مش هتوصل للصفح ده ابدا الا ما توصل لمرحله العفو. ولو وصلت لمرحله العفو دي حاجه جميله جدا. كل ده انا بقوله ليه؟ العفو والصفح وكل دي حاجات في القران على فكره. العفو والصفح والسماح وكل ده اللي ربنا بيقوله لنا ليه اساسا؟ عشان ايه؟ عشان نوصل لمرحله السلام الداخلي، عشان نوصل لمرحله الجنه على الارض اللي الناس مش عارفين يوصلوا لها لحد دلوقتي. يقول لك ربنا خلقنا في حزن، ربنا خلقنا في مشقه. لا، ربنا ما بيخلقش في مشقه، ربنا ما بيخلقش في حزن، ربنا خلقك عشان تكون سعيد. هو مش خلقك عشان يعذبك، انت اللي بتعذب نفسك، انت اللي ماشي غلط، انت اللي مش ماشي على الكتب السماويه، هي المشكله فيك انت. معانا دعاء من الشرقيه. الو. الو. ايوه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دعاء؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. تمام، الحمد لله. لو سمحتي، انا عندي سؤال. عندي دايما توتر نفسي شغال على طول، ممكن لو جت حاجه في دماغي ممكن تضير مني النوم. جريت كتير على الدكاتره وكده، مش قادره اوصل لاي حاجه خالص. عندك وسواس؟ مش عارفه والله اوصفه بايه. رحت لدكاتره كتير، مخ واعصاب ونفسي وكده، مش قادره اوصل. بصي بصي، سيبك من الدكاتره الا بقى لو بصي بصي، دكاتره المخ والاعصاب بيدوا ادويه، وانا ما بحبش الادويه في علم النفس نهائي خالص خالص. كل الموضوع في الافكار، كل الموضوع انت بتفكري في حاجه حصلت لك، مواقف حصلت لك، صح ولا انا غلطانه؟ توتر. أيوة، من ايه؟ لو اي حاجه بسيطه بتوترني. اي حاجه بسيطه بتوترك، عشان اتعودتي على، انت اقتنعتي ان اي حاجه بسيطه هتوترك، مش انت مقتنعه بكده؟ تمام. طب تخلص منها ازاي؟ انا لسه سامعه البرنامج دلوقتي. حاجه بسيطه زي ايه؟ حاجه بسيطه زي ايه؟ موقف حصل مثلا سلبي؟ يعني دلوقتي ممكن حتى لو معايا حد في البيت او كده قال لي كلمه واحده تضايقني وزعاني، ممكن فيها اكتر من اسبوع افكر فيها توترني. ما هو ده وسواس، ده نوع من الوسواس، ده انك تفكري في الكلمه. ما انا بتكلم دلوقتي ان انت تكبري دماغك. يعني ايه تكبري الوعي عندك يوصل لمرحله ان انت ما تفكريش في اي حد بيقول لك كلمه وحشه، كلمه خارجيه. تحاولي، وقلت تمرين الساعه ده حلو هيساعدك. انت سمعتي تمرين الساعه؟ ممكن يقدر. تمام. تمرين الساعة ده يا حبيبتي، انت بتركزي في حاجة معينة، بتركزي في اللحظة اللي انت فيها دي. مش عايزة اي فكرة تدخل، مش عايزة اي موقف افكر فيه، مش عايزة موقف حصل لي وحش افكر فيه ابدا. فالتمرين ده بيمرنك ان انت تبرمجي عقلك اللاواعي، لان عقلك اللاواعي متبرمج ان انت اي موقف بيحصل بيوترك. انت متبرمجة على كده من الصغر، من وانت صغيرة وكبرتي على كده، زي ما انا متبرمجه على حاجات، وده متبرمج على حاجات، ده متبرمج على حاجات. ازاي فرمت البرمجه دي؟ بتاخد وقت في التدريب، تتدربي عليها. فتمرين الساعه بيساعدك ان انت تتبرمجي على اللحظه، عايش اللحظه دلوقتي الان. يعني هو ده كله مش سكه الدكاتره او حاجه من دي خالص؟ كل ده متسجل في الفلتر، متسجل جوه في الذاكره من زمان، من زمان زمان قوي، بقاله سنين متراكم العقل اللاواعي. مركزه معايا؟ فاي موقف بيحصل لك خلاص انا هتوتر، انا متوتره، انا مش طايقه نفسي. ما انت متبرمجه اصلا، خلاص ده برمجه. فانت مش انت القائده لعقلك اللاواعي، عقلك اللاواعي اللي بيقودك. بالظبط زي علاقات الحب والغرام والتعلق والحاجات دي، برضو بيبقى العقل اللاواعي والمشاعر قيداني لحد معين، والحد ده ممكن يكون غلط ومصيبه وقطران، بس انا مش شايفه. مرايه الحب عامية، هي مش مرايه الحب عامية، هو عقلك اللاواعي خلاص، هو الشخص ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي بيعمل لي كل حاجه حلوه. زي ما انا سمعت دلوقتي قبل، واحده مني دلوقتي كانت بتتكلم بتقول ان ممكن يعني لو واحده اتكلمت عليا او كده بتوترني بطريقه فظيعه، يعني والله ممكن تطير النوم بطريقه هايله جدا. تمام تمام. بصي، ما تركزيش مع حد المره الثانيه والمره الثالثه، ما تركزيش. نعم. ما تركزيش مع حد، وركزي في نفسك بس، واعملي تمرين الساعه باستمرار. حاولي لو وصلتي الخمس دقائق بتمرين الساعه، انت كده وصلتي لقانون التركيز. لو وصلتي لقانون التركيز ده، انت كده وصلتي لمرحله جنه الارض اللي محدش وصل لها غير قليل جدا على الارض، قليل جدا. حاضر، هحاول ان شاء الله. حاولي باستمرار كده. شكرا يا حبيبتي، متشكره يا هيام، متشكره. فانا بقول لكم الألم، ما احنا طيب. الو، استاذ اشرف. الو، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، ازيك يا استاذ اشرف، اخبارك ايه؟ الو، الصوت يا جماعه في حاجه.
السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. عليكم السلام. صوت بيقطع بس. عندي كده يا دكتور. مش عارفة اللي بيقطع منين الصراحة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تمام. اتفضل يا أستاذ أشرف. بداية بشكر مطري. العفو. طب الصوت برضو يا جماعة في مشكلة في الصوت. سامعاني كده؟ اه سامعاك بس ما اعرفش الشبكه عندك فيها مشكله. طب ماشي اتفضل كمل يا استاذ اشرف اتفضل. طيب انا بشكر الجيش طيب يا دكتور. انا مش عارفه في مشكله برضو مش سامع كويس. طب اتصل تاني حاول تتصل تاني معلش يا استاذ اشرف هنتصل بيك تاني نحاول تاني معلش. استاذ اشرف كلمني عشان عايز كان عايز يعمل مداخله تليفونيه بسبب مشكله حصلت له. هخرج شويه عن الموضوع. المشكله دي يعني انا شخصيا اتاذيت منها برضو قبل كده. الدكاتره الكبار رؤساء الاقسام والاستشاريين الكبار اللي بيسيبوا النواب بتوعهم في المستشفيات ويروح اثناء النبطشيه يروح هو العياده بتاعته وسايب نايب ما بيعرفش او مش عنده الخبره الكافيه لان يشوف مريض. دي كارثه. دي كارثه. اتفضل يا استاذ اشرف معاك اتفضل. لو دكتور بس انا مشكله في المستشفى الجامعيه. ايوه يا استاذ اشرف. انا مش عارفه المشكله في الاتصال ليه. طب معلش يا استاذ اشرف الخط قطع تاني معلش انا اسفه. الشبكه عندك فيها مشكله جامده. الو. ايوه يا ام احمد. الو. ايوه يا ام احمد. ايوه اتفضلي. ايوه انا دلوقتي عندي ايوه معاكي. اقفلي التلفزيون يا حبيبتي واسمعيني من الموبايل لو سمحتي. عندي توتر على طول. هو الشعب كله عنده توتر. الناس كلها عندها توتر يا ام احمد. الناس كلها عايشه في توتر لان الناس كلها بعيده عن ربنا. التفكير في دماغي على طول. التفكير في دماغي على طول على طول كده مش عارفه ان انا. انت وصلتي لمرحله الوسواس يا ام احمد. وصلتي لمرحله الوسواس. عندك وسواس قهري. طول ما انا نايمه شريط في دماغي شغال على طول. بصي يا ام احمد الوسواس القهري علاجه هو التجاهل. تجاهل الفكره لكنها مش موجوده. يعني ايه تجاهل الفكره يا ام احمد؟ يعني الفكره مش تعمل لك مشاعر، مش تحاولي المشاعر تطلع منك. يعني فكره جت ضايقتك ما مش تخلي الفكره دي تضايقك، تجاهليها كانها مش موجوده. الفكره كانها مش موجوده في دماغك. مركزه معايا يا ام احمد؟ شكرا يا ام احمد متشكره. فحاولي تتجاهلي بس عشان ايه يعدي بخير. والوسواس برضو. طيب احنا قبل ما نتكلم نكمل موضوعنا عايزه اتكلم عن مجموعه محلات شلبي للحوم. المحلات دي يا جماعه فعلا فريق عمل متكامل. عندهم لحوم بلدي 100%. بيشتغلوا ليل نهار عشان العملاء. اهم حاجه عندهم رضاء العملاء عندهم والنظافه رقم واحد وخدمه 100%. هنطلع نشوف ده اللوجو بتاع المحلات. هنطلع نشوف تقرير ونرجع تاني.
حضرتك جايه النهارده تشتري من المول؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتعرف بيكي؟ دكتوره نور الحلواني. ايه اللي خليكي تفكري تيجي تشتري من هنا؟ والله شفت العجول بتتذبح قدام عينيا، يعني فحسيت ان حاجه موثوق فيها، وشفتها بتتذبح قدام عيني، واللحمه ما شاء الله شكلها جميل، واسعارهم غير اللي موجوده في السوق كمان. يعني جاي تشتري؟ كمان عاملين عروض، جاي تشتري النهارده لحمه مقطع ولحمه مفروم، الحاجات اللي انا بحبها يعني، والستيك والحاجات اللي انا بحبها يعني. بقى شايفه هنا المحل جاهز من كل حاجه، يعني انت تدخلي هنا تشتري كل اللي انت عايزاه. ما شاء الله المعامله حلوه، والناس نظيفه جدا، والمحل نظيف، وكل حاجه صحيه. يعني اهم حاجه اللي احنا عايزين نعرفه، يعني اللي احنا عايزين نتاكد منه، وانا عشان كده بشتري وانا واثقه منه يعني، الحمد لله. اهلا بيك يا فندم. شايفاك لابس الجوانتي والكمامه، وحاجه يعني كويسه جدا تخلي الناس تثق فيك. فطبعا ده اكل تاكليها، فلازم حاجه متوازن منها. انا طبيت عليك كده وانت بتقطع. بتقطع ايه؟ لا انت الكوت صينيه شوي ستيك اي حاجه. الله صينيه مكويه زي ما تحبي. عرفت ان انت بتعمل شاورما وبتعمل حاجات جاهزه؟ كل شيء شاورما ستيك وفتيكات كاب حل خضار كل حاجه، الحمد لله النعم ربنا عملها. ليك زباين مخصصه وطلبات وبتودي اوردر وكلام؟ الحمد لله الحمد لله. ليه زبوني ممكن قاعد في البيت يطلب حاجته غير ما يجي لي؟ يعني ممكن يطلب حاجه وقاعد في البيت، عارف شلبي حضر لي كذا، حاضر 5 كيلو اعمل لي كذا كذا، حاضر. بس ثقه وامان الحمد لله، دي حاجه واثق كده من ربنا. عامل شيء اول حاجه. اسعارك ايه بقى؟ الحمد لله اسعاري كان دوس كله عندي 125 130 140. يعني انا ادخل عندك مية. ادخل عندك خارجه من كل طلبات انت عايزاه، كل شيء ان شاء الله، كل شيء انت عايزاه موجود. انا شايفه هنا حاطط شيش طاووق لحمه، مجهز برجر. برجر بعمل كفته شاورما، بعمل شاورما سجق بلدي. ده انا شايفه اطباق جاهزه، يعني انا اخد واروح، اجي من الشغل اخد واروح وانا. اهم شيء الحمد لله، الحمد لله منها ربنا علينا والله. تعرف بيك؟ اسمي محمد احمد. اهلا وسهلا، جاي النهارده تشتري اللحمه من هنا؟ والله بقالي هو اسبوع فاتح، فانا حبيت اجرب من عنده. ايه رايك في الشغل اللي جوه واللحمه والنظام؟ المكان نظيف جدا بصراحه، يعني انا بصراحه شايف المكان نظيف جدا يعني. ايه رايك في اسعاره؟ لا اسعار في متناول الجميع يعني. يعني هي اللي في السوق ولا في اختلاف؟ لا هي اللي في السوق. بس حاسس هنا في فرق، ان في شايفه نظافه. ممكن عشان هو افتتاح محل فبيعمل ألف الاسعار شويه، لكن هو الاسعار كلها واحده هنا في المنطقه. شكرا. انا اعرفهم من زمان قوي، وكان لي عندهم محلات صغيره، بس انا لما لقيتهم فتحوا مول كبير كده ونزلوا لي على النت، فانا حبيت اجي اشتري. ايه رايك في اللحمه بتاعتهم؟ هي الحقيقه من زمان قوي انا معاهم، بس لحمتهم حلوه. بيجيبوا لك الطلبات لحد البيت وواثقه فيك؟ طلبات. انا ساكنه في العباسيه. بتيجي من العباسيه لحد هنا عشان تجيب اللحمه؟ لا لا، انا كانوا فاتحين محلات قريبه، فاتحين في محلات صغيره، يعني محلات صغيره كده، وانا اعرفهم من زمان لما فتحوا المول يعني، فجيت. فانا جايه ما عرفت بقى انهم فاتحين مول النهارده، انا حبيت ايه اجي بقى. وانا خدتك من جوه. وانت حضرتك بقى خدتيني من جوه بقى، فانا حبيت بقى اجي بقى انا واولادي بقى. شكرا لك. عايزه العب فيك. تعرف بيكي مدام سماح؟ جايه تشتري النهارده ايه؟ جايه اشتري لحمه وبفتيك وحاجات يعني مستلزمات البيت كده، باخد حاجتي بشهر، فعرفت ان المحل ده حاجته نظيفه وحاجته كلها بلدي، بيعمل همبرجر، بيعمل. بتعاملي معاه انت يعني؟ انت من اهل المنطقه؟ انا ساكنه هنا، وحاجته بصراحه جميله جدا، وعنده كل حاجه كويسه يعني، بصراحه حاجه بلدي يعني. انا شايفه اللي يدخل هنا يخرج شاري كل حاجه، يعني انا لما بروح عند الجزر هنا او عند الجزريه ممكن اطلب حاجه يقول لي لا دي خلصت، لا ده مش موجوده، لا ده مش عارفه ايه. النهارده انت المول جاهز من كل حاجه؟ لا لا ما شاء الله كل حاجه عنده، عامل كفته شوي، عامل همبرجر، عامل كفتيك، عامل لحمه، عامل حواوشي، كل حاجه عنده، كفته رز، بصراحه حاجته كلها ممتازه وكل المستلزمات موجوده عنده. شكرا يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ بتعرف الحمد لله. وائل علي يا فندم. شايفاك بتقطع لحمه، ريش ولا ايه؟ دي ريش يا فندم ضاني. وريني كده شكلها، يعني انا شايفه جماعه هنا، بصوا بصوا كده في الكاميرا. دي اسمها ريش ضاني عصايه. ريش ضاني العصايه.
دي ريش دون العصاير. اه واللي في ال ايوه ده انتركوت ستيك. انتركوت ستيك ده انت بتجهزه في اطباق كده لوحدها؟ اه ده اوردر طالع معايا. تنصح الست اللي بتشوي بايه؟ يعني تنصحها بايه؟ انصحها ازاي تتعامل مع ايه؟ ازاي تتعامل مع الشوي بالذات في الشوي؟ انصحها ان هي تاخد الريشه العصايه وفي حاجه اسمها كوستليتا اللي هي بيت الكلاوي والبريمو. دي افضل حاجه للشوي. وافضل حاجه برضو للشوي يا حضرتك الفخده واخد بالك؟ بنعملها زي شيش طاووق او طرنشات بس بتتخلم للعضل. تمام؟ دي افضل حاجه برضو. وساعات بنطلع الزند برضو حضرتك اللي هو ايه؟ بنعمله فرخه اللي هو زند الضاني. هات لي زند الضاني من عندك اسلام. ده زند الضاني ساعات بنعمله فرخه للحشو. واخد بال حضرتك؟ يعني ايه فرخه للحشو؟ فرخه بنشفيه حضرتك واخد بالك؟ بنفتحها يعني بنفتحها حضرتك وبعد كده بتتحشي وبتتخيط زي الفراخ. حشي رز حشي فريك حشي رز حشي فريك على حسب ما انت عايز. جميلة ده اسمه زند ضاني واخد بالك؟ وساعات ممكن نعمله شيش طاووق تشفية للشوي وممكن نعمله صواني ترانشات للشوي. تمام حضرتك؟ وممكن نعمله كباب حلة وممكن نعمله سليق للفتة. تمام؟ وممكن برضه عندنا رقبة ضاني تمشي فتة للسليق. حضرتك دي أفضل حاجة. أنت جبت كل حاجة تتعمل بيها. أه تمام؟ دي جبت كل حاجة تتعمل بيها يا فندم. ماشي. دي ريش ضاني العصاير. ريش ضاني العصاير غير الكوستليتا. عندي حاجه برضو اسمها يا فندم الكوستليتا اللي هي انتركوت. هجيبها لحضرتك برضو دلوقتي وافرجك عليها. تمام؟ مش هعطلك، انا مش هعطلك، شايفاك الدنيا زحمه وربنا يقويك يا فندم. ده شرف لينا يا فندم. شايفاكي داخله و يعني استطبتك كده في الاول قبل ما تشتري او تخشي. انا شايفه ما شاء الله الحاجه شكلها جميل جدا. اتعرف بيك الاول ميدفت بس، فشايفه الحاجه منظرها من بره شكل الافتتاح شكله امود وحلو قوي، والحاجه شكلها تفتح بصراحه. جايه تشتري؟ فانا جايه اشتري بقى كل حاجه، واخد من كل حاجه كده واجرب انا بقى في البيت على انا مش شايف. انا شايفه ان كل حاجه ما شاء الله. ما شاء الله يعني كل حاجه جميله، برجر الكفته اللحمه ما شاء الله شكلها حلو. انا هشتري من كل حاجه وكل حاجه كيلو 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 واشوف انا بقى وباجي تاني ان شاء الله. بتطلبيهم في البيت وبيجوا لك؟ اه انا اطلبهم على طول ان شاء الله بالتليفون وهم يجيبوا لي الحاجه باذن الله. بص يا فندم، هي الفكره كلها جات من فكره الشارع نفسه. انا لقيت الشارع محتاج انه حد يفتح مول بشكل راقي وتكون فيه انواع لحوم مختلفه يعني تناسب كل الاذواق اللي في الشارع المصري. ايه مميزات المول اللي انت عامله هنا؟ سواء اسعار، سواء لحمه، سواء زباين، اي حاجه، ايه مميزاتك هنا؟ والله بالنسبه للمميزات اللي احنا شغالين بيها هي اللي هي بيدور عليها اي حد بيحب اللحوم اللي هي اللحوم البلدي. دي السر بتاعنا يعني انه احنا بنسمن المواشي على قولهم من المزرعه لحد المحل. وبالنسبه للاعلاف واختيار انواعها عشان نطلع اقوى نوع من اقوى اللحوم. اكتر لحمه هنا بتطلب منك اللحوم العقول بصفه عامه يعني هي اكتر حاجه بتطلب مني. شايف ان انت عامل برجر لحمه وشيش طاووق وكل حاجه، يعني انت مقسم كل حاجه، مظبط كل حاجه من كل حاجه. تمام. بحيث ان الست تيجي هي من الشغل جاهزه. صحيح. تدخل على المطبخ تعمل على طول. صحيح. وخلي بالك اللي خلاني اعمل كده ان انا كنت زبون في يوم من الايام في نفس الشارع ده. وكنت حابب انه زي اي حد بيقدم اي حاجه بس بمستوى عالي وتخدم اي ست بيت حابه انها تلاقي حاجتها من منتجات موجوده عندها زي سجق الهمبرجر السقط كل المنتجات اللي هي محتاجاها. يعني انا يا جماعه ساعات لما باجي من الشغل اروح الجزار اطلب منه فتيك يقول لي لا خلص، اطلب منه فخده يقول لي لا ما فيش مش موجوده. النهارده انا هدخل المول انا هجيب كل حاجه وهلاقي كل حاجه. بمشيئه الله. بمشيئه الله. ما فيش حاجه اسمها لا مش موجوده، لا استني شويه. لا ما فيش الكلام ده، ما فيش كل حاجه، احنا العجل كامل
يعني بنشرحه التشريح اللي يناسب كل الأذواق، سواء اللي عايز البفتيك من إلى يعني. عرفت كمان إن أنت عامل شاورما، مقطع شاورما اللحمة جاهزة، يعني أنا مش لسه هقعد أقطع. أكيد. وكباب حلة وكفتة مظبوط. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك. أحمد حمدي. شايفك بتعمل حواوشي ومشغول. إن شاء الله. ايه سر الخلطه بتاعتك؟ سر عند الشيف. سر عند الشيف؟ طيب انا هسالك سؤال وانت قول لي ايه، يعني انا مش اي حد باخد منه حواوشي. تمام. ليه؟ انا لما بشتري حواوشي بلاقي معظمه دهون، ما بلاقيش فيه طعم الحواوشي، ما بلاقيش فيه طعم حلو. ازاي يعني اثق في الجزار ده او اعرف ازاي ان انا هاكل هنا حواوشي؟ اللحمه بتاعتنا طازه فريش، التتبيله نفسها فريش وجديده. طب غشش الجمهور. نعم؟ غششهم، قول لهم بتحط ايه؟ يعني حال يعني الست عايزه تعمل مثلا حواوشي نفس اللي انت شويه، يعني كل واحد له برضه مهنته، بس نقول لهم ايه كده، نحط ايه على ايه؟ اي سر كده؟ اي سر؟ ممكن بصل، فلفل، طماطم، بهارات، حواوشي بس. ما بتحطش عليه اي ماده دهنيه؟ ما بتحطش عليه مثلا الليه؟ لا لا لا، لحمه فقط، لحمه وخضروات بس. في ناس بتعمل لها مخصوص؟ نسب؟ ناس بتعمل لها مخصوص؟ يعني مثلا تقول لك لا انا عايز اللحمه بشكل تاني، ممكن تعمله لها؟ لا، احنا عندنا حواوشي لحمه وحواوشي سجق. حواوشي سجق؟ حواوشي سجق وحواوشي لحمه. انا شايفه استاذ عامر المنصور. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. صدفه حلوه ان انا لقيتي هنا. انا من سكان المريوطيه هنا. ايه اخبار اللحم هنا؟ وقولي للساده المشاهدين الدنيا عامله هنا. منتهى الجمال، حاجه في منتهى الجمال. لحوم بلدي بلدي بلدي. انا بتعامل معاهم من زمان، كانوا فاتحين محل مش كبير قوي، بس ما شاء الله ربنا فتح عليهم عشان الامانه. بتطلبي منهم ايه هنا؟ انا بشتري منهم لحوم مصنعه، الكفتين، الكفته اللي برز، اللحمه، همبرجر بلدي حلو جدا، حبيبته جميله. شايفاها كلها يعني متبله ومظبوطه الحاجة بتجيلي متبلة. بطلب الاوردر بالشهر، بتصل بيهم بيبعتولي الاوردر لحد عندي. مبسوطة ان انا شفت. انا اللي اتشرفت بوجودكم حبيبتي. الواحد في الشتاء بيحب يشرب حاجه سخنه، معرفش بتدفى قوي ما امسك كوبايه كده، بحس بدفى يعني. مع ان الشتاء السنه دي سبحان الله يعني يعتبر دافي، سبحان الله. يمكن عشان كورونا معرفش، يعني الشتاء السنه دي غير اي شتاء. احنا كنا بنتكلم عن العمل امانه. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يعني ايه؟ يعني ايه ادي الامانه الى اهلها؟ يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. الدكتور اللي في المستشفى، الاستشاري الكبير اللي بيسيب النبطشيه بتاعته عشان العياده، هو كده ما اداش الامانه لاهلها. دي امانه انك تسيب النائب الصغير اللي لسه متخرج من كليه الطب في العنايه المركزه او عشان يشوف حاله مثلا صعبه وعلى اتصال بالدكتور الاستشاري الكبير. ده غلط، لان حصلت قدامي ان النائب الحاله تدهورت، كانت في العنايه المركزه ومش عارف يعمل ايه معاها، والاستشاري في العياده. ما ينفعش. ويتصل، طب اديله ايه يا دكتور؟ طب انا مش عارف، النبض، الضغط، والمريض مات. ما ينفعش. دي امانه. بالظبط عمل زي المدرس اللي في المدرسه اللي بيزوغ من المدرسه والحصص عشان الدروس الخصوصيه. نفس القصه.
انا ما قلتش ان انت مش تبقى عندك بيزنس خاص ولا شغل خاص، بالعكس ده يبقى عندكم شغل خاص اه، لكن تؤدوا الامانه لاهلها. انت ميعادك في الشغل مثلا من الساعه كذا للساعه كذا في كموظف حكومه، مدرس في المدرسه او طبيب مثلا في وزاره الصحه، ميعادك من الساعه كذا للساعه كذا، عندك نبطشيه من الساعه كذا للساعه كذا، لازم تؤدي الامانه لاهلها. ما روحش العياده على حساب المستشفى، ما روحش ادي درس خصوصي على حساب الحصه بتاعت الاولاد او على حساب المدرسه، لا، ما هو ربنا هيحاسبني. هي دي الامانه اللي ربنا بيتكلم عنها. لازم اراعي شغلي. موظفين الحكومه اللي بيشتغلوا من الساعه 8 للساعه 2 ويزوغوا من الشغل الساعه 1 الساعه 12 على قد فلوسكم، يقولوا على قد فلوسكم، هم ماشيين كده معروفه. فلوس ايه يا ماما؟ انت تعاقدتي مع الحكومه او جالك مثلا شغل بمرتب ايا كان 200 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر، ايا كان المبلغ، انا ماليش دعوه بالمبلغ، انت وافقتي بالمبلغ ده وبقيتي موظفه في الحكومه، يبقى تأدي الامانه لاهلها. يبقى ادانك قاعده من الساعه 8 للساعه 2 لحد ما الشغل يخلص. في اي عمل على فكره، مش حكومه بس، وخاص وكل الاعمال دي امانه. انا دلوقتي مثلا بقدم برنامج، لازم ادي الامانه لاهلها، اقدمه كويس، احط كل قوتي في البرنامج عشان يطلع بشكل حاجه كبيره وحاجه حلوه، هي دي امانه برضو هتسال عنها. زي ما الموظف وزي ما الدكتور، زي ما الموظف وزي ما الدكتور هيراعي شغله، لازم برضو الدولة تراعي موظفين الحكومة. تراعيهم يعني ايه تراعيهم؟ يعني نزود دخلهم شوية، نحاول ما نقيدش القوانين عليهم، ما نحاولش ان موظف الحكومة لازم يدانه شغال في الحكومة، ما ينفعش يبقى ليه بيزنس خاص، ما ينفعش يبقى ليه عمل خاص، ما يبقى ليه عمل خاص، ايه المشكلة؟ يزود دخله. ما هو برضو موظف الحكومة ما يقبض مرتب ضعيف في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، او في ظل مثلا انه بيدفع مثلا بيعلم ولاده وفي كهرباء وفي ايجار وفي وفي، فالمرتب مش هيكفي، واكل وغيره وغيره، المرتب مش هيكفي، ايه المشكله لما اشتغل شغل خاص؟ يبقى اعضاء مجلس النواب بقى يبداوا يشتغلوا، مش فيش مشكله لما الموظف يشتغل شغل خاص، لكن ما يزوخش من الشغل عشان شغل خاص، لا، شغل خاص ليه مواعيد، عايز يزود دخله يزود دخله، هو حر. مش تمنعه، الحكومه مش تمنعه. فلازم الدولة تراعي الموظف، ولازم الموظف يؤدي الأمانة، والدولة تؤدي الأمانة. سيدنا يوسف عليه السلام لما ربنا مسكه خزائن الأرض، مسكه مصر، وكان رئيس وزراء مصر، كان بيعدل عدل رهيب، كان ماشي على الكتاب زي ما بيقولوا، ماشي على الصراط المستقيم. عشان كده في الوقت ده مصر كانت أغنى أغنياء الدول كلها، كانت دولة غنية جدا. ليه؟ لأن يوسف كان ماشي صح، سيدنا يوسف كان ماشي صح، ماشي على العدل، ماشي على الحق، ماشي، مفيش حاجه اسمها ما راعيش ربنا في عيشي، مفيش حاجه اسمها ان انا اروح مثلا ما اديش الامانه، ماشي صح. عشان كده كنا بنصدر القمح ايام سيدنا ايام سيدنا يوسف، كان بيصدر للدول اللي حواليه، كان كلهم في قحط الا مصر، كانت اغنى دوله في عهد سيدنا يوسف، اغنى دوله. مركزين معايا؟ فاحنا لو مشينا صح هنبقى اغنى دوله، دي حقيقه. انا طولت عليكم، فانا بجد انا نفسي الدوله دي تبقى احسن دوله، ونفسي يبقى في وزاره هنا اسمها وزاره السعاده، بالظبط زي الامارات عملت وزاره اسمها وزاره السعاده، عشان تدي للناس طاقه ايجابيه وتخلي الناس كلها تحب بعض وتبقى عايشه سعيده، ما يكونش فيه نوع من الغل والحقد والكذب والنفاق والمشاحنات اللي بتحصل دي. عايزين كلنا نبقى سعداء، عايزين كلنا نراعي ربنا في عملنا، كلنا نشتغل صح، الدكتور يراعي ربنا، المدرس يراعي ربنا، كل الناس تراعي ربنا، هنبقى فعلا عايشين على جنة الأرض. طبعا وقت الحلقة قرب يخلص، أنا كنت عايزة، كان معايا مشكلة لبنت بس ما اعتقدش إنها هتكفي الوقت. طب أنا المشكلة دي إن شاء الله هقولها الحلقة الجاية، وأشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر.